النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مساء الخير لجميع المشاهدين. نهار اليوم سالت أجواء حارة نسبيا في أغلب مناطق المملكة، كانت شديدة الحرارة في المناطق المنخفضة، تحديدا منطقة الأغوار والبحر الميت والعقبة، لكن هذه الأجواء الحارة يتوقع أن تبدأ بالانكسار والتراجع تدريجيا اعتبارا من يوم غد الجمعة، مع بدء تأثر المملكة تدريجيا بكتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة ستعمل على انخفاضات متتالية على درجات الحرارة، خاصة خلال عطلة نهاية الأسبوع تحديدا من يوم السبت، حيث تصبح درجات الحرارة ولأول مرة منذ بداية فصل الربيع أقل من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. تفاصيل أكثر سنستعرضها في هذه النشرة، لكن لا بأس نبدأ نشرتنا بصور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم في عموم المنطقة، حيث توضح انتشار لكمية من الغيوم العالية والمتوسطة فوق الشمال المملكة العربية السعودية، هي عبارة عن حالة من عدم الاستقرار الجوي، بينما خلت عموم منطقة بلاد الشام والعراق ومصر وعموم شرق البحر الأبيض المتوسط أيضا من الغيوم بسبب التمركز لمرتفع جوي في هذه المناطق. نتحدث أكثر حول درجات الحرارة المتوقعة من يوم الخميس وحتى يوم الأحد. يوم الخميس تأثرت المملكة بالكتلة الهوائية الحارة نسبيا، حيث ارتفعت درجات الحرارة بشكل ملموس خلال ساعات نهار اليوم، كانت أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، طقس حار نسبيا إلى حار في عموم المناطق. أيضا تشكلت حالة من عدم الاستقرار الجوي في المنطقة الشرقية والجنوبية، حيث تكاثرت كمية من الغيوم المتوسطة والعالية وهطلت زخات متفرقة من الأمطار. يوم الجمعة بإذن الله تبدأ درجات الحرارة بالانخفاض تدريجيا مع اقتراب لكتلة هوائية معتدلة الحرارة من شرق البحر الأبيض المتوسط باتجاه منطقة بلاد الشام، كما ذكرنا تبدأ تأثيراتها اعتبارا من يوم الجمعة. يوم الجمعة تنخفض قليلا درجات الحرارة مع بدء لهبوب رياح غربية نحو المملكة، كما ذكرنا تنخفض درجة الحرارة لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا خلال ساعات نهار يوم الجمعة. تكون درجة الحرارة أو هذا الانخفاض في درجة الحرارة يكون ملموس بشكل أكبر خلال ليل الجمعة على السبت. اعتبارا من يوم السبت تتعمق هذه الكتلة الهوائية المعتدلة، درجة الحرارة تسجل المزيد من الانخفاضات، حيث تصبح ولأول مرة منذ بداية فصل الربيع أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، حيث تكون درجة الحرارة بين بداية ومنتصف العشرينيات في المناطق الجبلية العالية مع تشكل للغيوم المنخفضة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، كون أن طبيعة هذه الكتلة الهوائية هي رطبة كونها مرت فوق مسطح مائي وهو شرق البحر الأبيض المتوسط قبل وصولها لعموم منطقة بلاد الشام، حيث تتشكل هذه الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر، قد تعمل على هطول بعض زخات الأمطار الخفيفة خاصة في المنطقة الشمالية. يوم الأحد تستمر تأثيرات هذه الكتلة الهوائية المعتدلة الحرارة، تبقى درجة الحرارة أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، يبقى الطقس ربيعي معتدل خلال ساعات النهار، لكن خلال ساعات الليل تكون درجات الحرارة منخفضة ليسوء الطقس بارد نسبي يستدعي لبس ملابس أكثر دفئا. ننتقل الآن للعاصمة عمان والتوقعات الجوية لهذه الليلة، حيث تسود أجواء غالبا صافية مع 20 درجة مئوية المحسوسة أيضا 20، الرطوبة حوالي 83% والرياح تكون غربية معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان والتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة. يوم الجمعة كما ذكرنا هناك انخفاض قليل على درجات الحرارة لكن تبقى الأجواء حارة نسبيا، 29 درجة مئوية كحرارة عظمى في العاصمة عمان، لكن تنخفض ليلا تسجل 16 درجة مئوية. يوم السبت تتعمق هذه الكتلة الهوائية المعتدلة لتنخفض درجات الحرارة وتصبح أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، 24 درجة مئوية كحرارة عظمى، أما الصغرى 14 درجة مئوية. يوم الأحد لا تغيير على الحالة الجوية، تبقى المملكة تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة ورطبة، 24 درجة مئوية كحرارة عظمى مع تفرق بعض الغيوم المنخفضة خاصة خلال ساعات الصباح الباكر، أما ليلا تنخفض ل 14 درجة مئوية مع طقس غائم جزئي بغيوم منخفضة. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر.
كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية وسعودي وشركاه للتطوير العقاري.